يعني كما تتعرفوا ان المنتخب الوطني مقبل على كاس العالم اللي غتكون في كولومبيا، باقي لها تقريبا واحد 3 شهور. يعني حنا في الامطار الاخيره، اللاعبين اللي تيلعبوا في الخارج حتى هما بغينا نفتحوا لهم المجال ونشوفوهم ربما لكان ممكن يعزوا الفريق الوطني. التربص اللي عندنا اليوم يعني في طنجه من 22 ل 29 هو الاغلبيه ديالو اللاعبين، خاص باللاعبين اللي تيلعبوا في برا، امثال بعض اللاعبين كيلعبوا في اسبانيا، في ايطاليا، في فرنسا، باش ان شاء الله نشوفوا الا كان في المستوى ديالهم انهم يعزوا الفريق الوطني. وكملنا اللائحه بعض اللاعبين اللي في البطوله الوطنيه اللي ما خداوش الفرصه، ونتمنى اننا نلقاو شي لاعبين اللي ضافوا على اللائحه اللي لعبات في كاس افريقيا اللي فاتت واستطاعوا باش ياخذوا ديك الكاس. بالفعل يعني من بعد الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكأس إفريقيا أصبح عنده شعبية، وكاع العصاب والمناطق المغربية كيتمناو أن المنتخب الوطني يقوم بشي تربص عندهم. حنا اليوم جينا لطنجة، إن شاء الله في الشهر الجاي غادي نمشيو في شهر 7 غادي نمشيو لمنطقة سوس، لأن عندنا جمهور كبير اللي كيبغي هذا المنتخب، وغادي تكون مناسبة باش نلعبوا مع المنتخب المصري مباراتين وديتين. لكن من بعد غنضطروا نرجعوا لافران، لان كما كتعرفوا كاين الارتفاع في كولومبيا وضروري خصنا نتاقلموا مع ديك الاجواء. فلذلك باقي لنا التربص الجاي غيكون في اكادير، ومن بعد غادي نكملوا التربص ديالنا في افران، وان شاء الله غتخلوا واحد المباراه وديه مع المنتخب البرتغالي ان شاء الله. يعني كما تتعرفوا القرعه وحسب الخبراء كاملين اللي في الفيفا ولا الخبراء ديال العالميين عطاو ان المجموعه ديالنا اللي كيتواجد فيها المنتخب المغربي هي اقوى مجموعه، نظرا لانها لعده اسباب. اولا هي المجموعه الوحيده اللي فيها جوج الفرق من اوروبا، فيها اسبانيا وفيها الأذربيجان، يعني هي كانت ضروري واحد المجموعه يكونوا فيها جوج فرق من اوروبا، جات في هذيك المجموعه ديالنا. ثانيا كاين بطل اوروبا هو الاسباني، فريق اسباني، وبطل اسيا هو الفريق الايراني، وبطل افريقيا هو الفريق المغربي، يعني المجموعه قويه وقويه بزاف. كيظهر على الورق ان الفريق الاذربيجان هو الفريق الوحيد اللي نقاوموا معاه، لانه يعني على حسب التاريخ ديالو، لكن كيتوفر على جميع اللاعبين من ذو جنسيه برازيليه، يعني المجموعه قويه. لكن حنا ما غاديش ننزلوا يدينا، وغادي نديروا كل ما في وسعنا باش نمثلوا المغرب احسن تمثيل، وان شاء الله حنا يعني في خطى ثابته باش تكون مشاركه جد مشرفه للمنتخب الوطني المغربي.